أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم وضع علامات على القبور أو صبغ القبور بالبويات ليستدل بها على صاحب القبر؟ العلامة التي لا يعرفها إلا هو مثل وضع خط أو حجر لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أجل أن يعرفه للزيارة. أما الكتابة أو الأصباغ والبوية والجص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والزخرفة والكتابة، كل هذا ما يجوز لأنه من الغلو في القبور، ولأن هذا يلفت أنظار العوام إليها، يقولون هذا القبر له شان، ما أصبغ إلا له شان وله مكانة على ولي من أولياء الله أشبه ذلك. تجعل القبور ما يتميز بعضها عن بعض بعلامة خاصة إلا مثل حجر أو شيء ما فيه سر ولا فيه. نعم.